إدخال الفرحة على كل واحد الآن يئن بمفرده، ربما يعاني من مرض ولا يحتاج ربما إلى الدواء، يحتاج إلى زيارة، زيارة وابتسامة وجهة عن طريق المتطوعين. على باكوش نصنعوا بهذا العمل كله، نصنعوا ذلك الجدار الذي يتكئ عليه المحتاج، الفقير، المريض، تتكئ عليه حتى الطبيعة التي لا تتكلم، جيت تنظفها وتنقيها ودير المال الشجرة أي تكعلك. وهذا العمل التطوعي نشوفه دائما فيه عطاء وفيه أيضا انتراكتيفيتي، تفاعل، حتى أنت في بعض الأحيان تصبح ضعيف ما عندكش فلوس ويقيسك المرض وتحتاج إلى من يبتسم إليك، فالاتكاء اللي كانت أنت دايره على الناس يتحول لك ليك. إذا نفتخر بهذا التكريم كمؤسسة رائدة في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، فأريد كما تعلمون تعتني كمؤسسة مواطنة، تعتني كثيرا بالقضايا الإنسانية، بالقضايا التي تعنى بالبيئة والقضايا التي تعتني بالصحة والأعمال الخيرية، فتربطنا علاقات مع الهلال الأحمر الجزائري، مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعي، مع الكشافة الإسلامية ومع عدة جمعيات على المستوى الوطني، وهذا خدمة للمجتمع، وكذلك ضمن المبدأ أننا كمؤسسة مواطنة نرافق الجمعيات ونرافق المجتمع المدني ضمن برامجهما، والتي تدخل دائما في التنمية المستدامة وفي مرافقة المجتمع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.